والله انا دلوقتي بجهز ان شاء الله، بنحضر يعني ربنا يكرم. بقالي فتره شويه يعني بحضر، لان انا بحب اقعد على الحاجه بتاعتي اخد وقتي فيها قوي يعني، بحب تتعمل بمزاج كده، فيمكن ده اللي بيخليني باخد وقت على مظهر يعني. بس الحمد لله الحمد لله، كلام الناس بيفرح الواحد بقى في التعقيب او التعليقات على الحاجه اللي بتتعمل، ده اللي بيفرح الواحد الحمد لله. اكيد، وانا عارفه ان انت عاشق للمسرح اكتر الحمد لله، او بتلاقي نجاحك ورد الفعل على خشبه المسرح اكتر، فده اللي بيخليك ان انت تفكر يعني في السينما قليل، لان نجاحتك على خشبه المسرح. بصي، لا خليني اقول لك على حاجه، الحمد لله احنا كل حاجه بنعملها الحمد لله بيبقى فيها نجاحات، نجاحات مرضيه لينا ونجاحات بنحسها مع الجمهور في الشارع. اتمنى طبعا تبقى النجاحات دي في كل حاجه بعملها ان شاء الله، حتى لو غنيت اغنيه يعني مسرح وسينما. حبيبك جه اهو. طبعا انت عارف البطل بقى. البطل الف مبروك. لا البطل ده انت تيجي. انت عارف ان هو جاي مخصوص بيقول لي انا جاي مخصوص، خلينا مع بعض احنا نقف، بيقول لي انا جاي مخصوص علشان دول حبايبي، واللي بيعمل حاجه احنا كلنا بنشارك فيها، لان يعني حاجتنا، بيقول حاجتنا مش حاجتك. يعني بنقول ايه مثلا، حد عنده النهارده فيلم كلنا بنروح، لان هو مثلا فيلم عبد الرحمن اللي عنده فيلم بيبقى فيلم صح. لان نجاح اي حد فينا هو نجاح للجيل ونجاح للمجموعه كلها، فاحنا دايما مع بعض يعني. طبعا عايزه برضو بقول له، انا وانا بتفرج على الافيش ده كنت متخيله وجودك معاه. والله كل واحد بيشتغل وكل واحد عنده افلامه، ولو كان ينفع عبد الرحمن او في دور ملائم مناسب ليه وكان هيعمله طبعا، بس هي ادوار يعني. مثلا الادوار الملائمه معايا هنا، معايا حمدي مرغني، معايا كريم عفيفي، في ويزو، في ثروت، كل واحد بيجي في الدور اللي شبهه. متوقع تشوف منه ايه النهارده؟ لا ان شاء الله باذن الله. بصي اقول لك على حاجه، يمكن خاطر كان اتكلم معايا على الفيلم ده قبل حتى ما يخش يعني، خاطر من زمان كده، ساعات بنبقى في وقت قاعدين مع بعض يقول لي بقول لك ايه جاي لي كذا، فاقول له اه حلو يعني. كان حتى فاكر لو تفتكر حرب كرموز، اتكلم معايا انا اول واحد، قلت له طبعا اعمله، وبسم الله ما شاء الله يعني كان فتحت خير عليه واللي قبليها كمان.